كل اللي احنا طالبينه او بنطلبه انه الدعم في اننا نرجع البنات. دي ابسط حاجه ممكن نطلبها لمريم، او ممكن نعوض بيها مريم عن الغدر اللي تعرضت له. مريم وثقت في الحكومه السويسريه، وثقت في القضاء السويسري، وثقت في المنظمات الاهليه في سويسرا، وبناء عليه سافرت وهي مش خايفه، لان هي عارفه ان هي راح تتعامل مع متطرف، ولكن وثقت فيهم وهم ما قدروش يحموها هناك في سويسرا. هي تعرضت لغدر زي ما كنا بنقول، او زي ما حضرتك قلت بالظبط. ف محتاجين ان الجهات المعنيه تساعدنا في عوده البنات يعني، وانا واثق تمام الثقه ان هم مش هيتخلوا عننا. والوزيره سهى الجندي لما تواصلت معايا بشكل شخصي اكدت لي ان هم بيدعمونا بشكل قوي جدا ومش هيتخلوا عننا. بإذن الله اتمنى ان احنا نشوف الطرق القانونيه ايه اللي نقدر نرجع بها البنات في اقرب وقت، قبل ما البنات هي عيله ثانيه.